المنتخب السعودي الآن اتضحت الأمور، المنتخب الأخضر سيدخل إلى الأراضي الفلسطينية ويلتقي مع المنتخب الفلسطيني يوم 15 أكتوبر المقبل أو الجاري في رام الله. صدر الآن بيان من الهيئة العامة للرياضة، طبعا يقول لك استجابة لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب الأول أمام نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء 15 من أكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين. وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا على ألا يحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاما بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقا لتساوي الفرص بين المنتخبين، متمنيا كل التوفيق للمنتخب السعودي في مشواره نحو المونديال. انتهى بيان الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي راح يتم يعني إجراءات في نقل المنتخب السعودي من عمان. راح ينتقل المنتخب السعودي من عمان في حافلات بعد إتمام كافة الإجراءات للخروج من المملكة الأردنية الهاشمية من مقر الفندق، ويصعدون إلى الحافلات وتكون تحت حراسة كاملة، وتعبر كل المعابر دون الاحتكاك بأي طرف حتى الوصول إلى مقر سكنهم في رام الله. وفي مقر الفندق راح يتم إجراءات من الجانب الفلسطيني لدخول البعثة السعودية. واضحة، بالتوفيق للمنتخب السعودي، ونتمنى إن شاء الله تكون مباراة جدا جميلة مع الأشقاء الفلسطينيين، ويكون كرنفال عربي في أول زيارة لمنتخب المملكة العربية السعودية إلى الأراضي الفلسطينية الحبيبة. نذكركم بالخبر اللي قلناه قبل الفاصل، طبعا المنتخب السعودي خلاص تقرر رسميا الدخول إلى الأراضي الفلسطينية إلى مدينة رام الله للقاء المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الله. هذا البيان اللي صادر قبل قليل من الهيئة العامة للرياضة. طبعا كان في خطاب أمس وجهه فخامة الرئيس الفلسطيني أبو مازن، وناشد فيه المملكة العربية السعودية دعم الشعب الفلسطيني بالحضور للمباراة، لأن هذا يرسخ ويأكد أن هذا الملعب هو ملعب منتخب فلسطين. وهذا أيضا من وسائل الدعم اللي ما قصرت فيها المملكة العربية السعودية دعمها للقضية الفلسطينية، يعني من أيام أجدادنا، مو من الآن، شيء يتورثه السعوديين والمملكة العربية السعودية جيل بعد جيل. في نقاط بس مهمة نذكرها عشان مباراة السعودية وفلسطين، عشان الليلة حبايبنا، طبعا لهم حبايبنا ولا شيء، بقدي يشتغلون اليوم في السوشيال ميديا للتحريض على موضوع مباراة السعودية وفلسطين. أول شيء، هذه المباراة لا تغير من الموقف السياسي للمملكة العربية السعودية نهائيا، كل شيء على وضعه. اثنين، المباراة مجدولة في تصفيات كأس العالم، يعني المنتخب السعودي لو ما راح راح نتعرض لعقوبات، ويمكن في ناس يبون يعطونا تؤدي يمكن لحرمان المملكة من استكمال مشوار كأس العالم. فبالتالي خلي الأمور تكون واضحة وهذا حجمها. جبريل رجوب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني كنا أجرينا معاه لقاء وتحدث عن الإجراءات اللي راح تتم لكيفية دخول المنتخب السعودي إلى داخل الأراضي الفلسطينية. قلنا وبنقول لن نحرج السعودية ولن نضع السعودية في خانة كمان الحرج بأي معنى، وكل الاحتمالات مفتوحة من جانبنا. نصمم وهذا حق، واعتقد اخواننا في السعودية وفي غير السعودية معنا فيه، انه نحافظ على الملعب البيتي. الموضوع الثاني كمان نحافظ على وحدة الاتحاد، ان لا يحصل هناك شرخا، ولكن كمان هذا لن يكون على حساب موقف اخواننا السعوديين يعتقدوا انه لازم يكون او مش لازم يكون، مع انه احنا يعني في عندنا ضمانات من سمو الامير علي انه الفريق السعودي ينطلق من عمان من المطار
بتنسيق طبعا بمساعدة إخواننا الأردنيين من عمان في باص لا يفتح إلا في وسط رام الله، بمعنى لا بيشوفوا الإسرائيليين ولا الإسرائيليين بيشوفوهم، وإحنا هذا بيكون يوم عظيم. وقديش السعودية قدمت وتقدم لفلسطين، هذا بيكون كمان يعني من حسنات من يتخذ قرار القدوم إلى فلسطين واللعب في فلسطين. ولكن إذا إخواننا ما زالوا يروا في ذلك أمرا غير سهلا لن يكون هناك مشكلة. بدور مبارك للوحدويين في نهاية الحلقة، وبتكلم عن موضوع المباراة في فلسطين. أعتقد أن موقف السعودية واضح ولا يمكن المساومة عليه، هي الأكثر ثباتا على مر التاريخ في دعم القضية الفلسطينية. يعطيكم العافية لكل من يشاهدنا، طبعا مش السعوديين، غير السعوديين واللي برا واللي يحاولون أصلا يزايدون. لا حد يزايد على السعودية في موضوع فلسطين، آخر واحد دولة تزايد عليها المملكة العربية السعودية، والتاريخ طويل. واحد، عدم ذهاب المنتخب السعودي ولعب المباراة في رام الله سيؤدي إلى عقوبات دولية. ثلاثة، المباراة مجدولة سابقا. أربعة، تاريخ السعودية والمملكة العربية السعودية مع دعم الإخوان الفلسطينيين وبالذات الرياضة الفلسطينية أيضا. 8 مليون دولار كانت لبرنامج الأمم المتحدة في غزة، كانت واحدة من الخطوات المهمة اللي قدمتها المملكة، والمملكة ستبقى دوما داعمة لأشقائنا في فلسطين. تمسوا على خير.